يجب أن يكون هنالك تركيز على معيار الأداء الوظيفي للسيرة الذاتية العملية التي تبناها موظفي الوحدات الإدارية، وتكون فيها متابعة وتقييم، وبالتالي قد نكون استطعنا أن نصنف إذا كانت هذه الإقالة هي بهروب من المسؤولية أو هروب من عدم المحاسبة. لا صدق واحد يقدم استقالة برضاته إذا مو بلفة فساد. تعرف الوظيفة بمنصب عام تشتري الدفاتر، هسه الموظف اللي يتعين يدفع دفاتر، شنو المعنى من هاي الوحدات اللي جاي يقدم استقالته؟ هذا واضحة صح لو لا واضحة كذي الشمس، معناها ماكو ملفات فساد مسيطرة عليها، مأمن مستقبله ومأمن مستقبل جهالة. أولا الإقالة هي لا تعفي من الملاحقة القانونية سواء إذا كان هناك ملف فساد ضد هذا الشخص ضد هذا المسؤول، بدليل أن هيئة النزاهة الآن تقوم بملاحقة قانونية واعتقالات لمسؤولين كانوا في المنصب ولكن غادروا المنصب بعد سنوات. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الملاحقة لا تحفيه ولا تبرئ ذمته طالما هناك ملفات فساد ضده. حياكم الله. أن تخضع للتوجيهات الحكومية فتلك بديهيات العمل في السلطة التنفيذية، ولكن أن تضربها عرض الحائط فماذا يعني ذلك؟ وما الذي نستطيع أن نفهمه من هذه الأفعال؟ خروقات قانونية أم خروقات مزاجية؟ إقالات بالجملة للإدارات المحلية في البصرة ونينوى، لا حساب ولا كتاب ولا التفات للفئة التنسيق. ما هي شروط العزل؟ هل هي سياسية أم تتعارض مع المصالح الشخصية؟ أم أن الظفر بتخصيصات المشاريع بات هو الشغل الشاغل لدى الحكومات المحلية؟ قوانين وضعها الدستور وأخرى شرحها البرلمان، وما بينها أسئلة أمام مجلس الدولة لا انتظار للرد ولا هم ينصتون. فما هي تبعات عدم الانصياع للتعليمات؟ وأين ذهب التقييم الموضوعي؟ هل ستكون هذه التغييرات ثأرية وتمتد لمحافظات تلو الأخرى؟ أم أنها مجرد اجتهادات شخصية ستوقفها القرارات الحكومية عاجلاً أم آجلاً؟ الأول راح يكون عن حملة الإقالات للإدارات المحلية في مجالس محافظات البصرة ونينوى خلافا لتوجيهات الهيئة العالية أو العليا للتنسيق بين المحافظات. محور حديثنا بهذا الملف راح يكون مع الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل. حياك الله. أهلا وسهلا بكم. أهلاً حياكم وسهلاً. الله دكتور، بداية خلينا نحكي من موضوع اللغط والجدل الكبير بمجالس محافظات البصرة ونينوى. شلون عزلوا الوحدات الإدارية بهذه الطريقة دون الرجوع للكتاب الموثق من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى التريث؟ نعم، السلام عليكم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. فيما يتعلق بسلسلة الإعفاءات التي حصلت مؤخرا في العديد من المحافظات العراقية، ليس فقط البصرة وغيرها وإنما غيرها من المحافظات أيضا، هذا الأمر حقيقة يستند إلى العديد من القرارات الصادرة من مجلس الدولة العراقي، باعتبار أنه أصدر آراء استشارية أجاز بموجبها حصول العديد من التغييرات. على سبيل المثال، في أحد القرارات كان أجاز لمجلس المحافظة الحلول محل المجالس المحلية في ممارسة الاختصاصات، يعني قائم مقام موجود لكن مجلس القائم مقامية ما موجود، مجلس القضاء عفوا، فبالتالي من ما موجود أنه هذا المجلس، مجلس الدولة أعطى قرار أنه بإمكان مجلس المحافظة أن يحل
محل المجلس التشريعي الأدنى منه ويمارس صلاحيته، فهذا الأمر مو سليم. أيضا سابقا عندما تم إيقاف عمل مجالس المحافظات أيضا أعطى رأي استشاري مجلس الدولة بإمكان المحافظ أن يحل محل مجلس المحافظة في ممارسة الصلاحية. هذا رأي استشاري يعني رأي قانوني؟ نعم، طالما صادر من جهة ذات اختصاص قضائي فهو رأي ملزم للجهة طالبة المشورة، مع العرض أن هنالك بعض القرارات اللي صدرت من مجلس الدولة تقول أن القرارات اللي صدرت من عندنا بالأخص لمجلس الوزراء هي غير ملزمة باعتبار رأي استشاري، والرأي الاستشاري يقتصر أثره بالملزم على الجهة طالبة المشورة، في حين واقع الحال نرى أن هذا الحجية النسبية لقرارات مجلس الدولة لم تطبق على جميع الحالات. يعني على سبيل المثال في قرار استشاري لمجلس الدولة العراقي يقول فيه أنه فيما يتعلق بطلب المستندات والوثائق والبيانات يكون حصرا من رئيس مجلس النواب ونائبيه وكذلك رؤساء اللجان النيابية، وهذا الأمر يخالف قانون مجلس النواب وتشكيلاته. رغم هذا قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار إعمام لجميع الوزارات بعدم تزويد أي نائب بأي وثائق ومستندات وبيانات إلا من خلال رئاسة اللجنة. يعني هذا يطرح سؤال آخر. نعم. القرارات الاستشارية مزاجية؟ ما نقدر نقول مزاجية بقدر ما نقول تطبق على جهة. نعم. وما تطبق على جهة. ما نقدر نقول مزاجية بقدر ما اتضح لنا أنه ما دا يصير تطبيق حرفي وكامل بالآراء الاستشارية الصادرة من مجلس الدولة، رغم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية تتمتع بالصفة الملزمة. زين، ليش تطبق على ناس ليش ما تطبق؟ هذا الأمر حقيقة يوجه للأمانة العامة لمجلس وزراء ويوجه لمجلس الدولة باعتبار أنه مجلس الدولة بإمكانه من خلال هيئاته، بإمكانه من خلال رئاسة المجلس، بإمكانه من خلال نائب رئيس المجلس أن يتابع مسألة لماذا بعض الوزارات تطبق قرارات مجلس الدولة والبعض الآخر من الوزارات لا تطبق. هذا السؤال على جهة معنية بالموضوع، لكن كقانوني ليش يطبق القانون والقرار على جهة وما يطبق على جهة؟ وكقانوني أيضا شلون نستطيع أن نطبق هذه القرارات؟ نعم. بالتساوي قانونية احنا حقيقة بالإمكان مجلس الدولة وبإمكان الداعي العام أن حتى الدائرة القانونية في مجلس الدولة إذا أكو دائرة أو الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تحرك دعاوى جزائية ضد كل من يمتنع عن تطبيق قرارات القضاء، باعتبار مجلس الدولة اليوم يشكل محاكم، محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري، وهي محاكم تمارس كل السلطات القضائية، فبالتالي اليوم مجلس الدولة يجب عليه أن يوقف مسألة عدم تطبيق القرارات الصادرة منه وإن كان غير معني بالمتابعة، لكن هذا الأمر من غير المقبول اليوم أن نقبل محاكم إدارية تتبع مجلس الدولة ولا ترتبط فنيا بمجلس القضاء ولا يصار إلى تطبيق القرارات الصادرة منها. من يتحمل المسؤولية دكتور؟ حقيقة مجلس الدولة بأكملها يتحمل هذه المسؤولية بالإضافة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وفق المادة 78، وبالتالي بإمكانه أن يصدر التوجيهات لجميع الوزارات والهيئات المستقلة بالالتزام الحرفي والدقيق بجميع القرارات الصادرة من مجلس. نعم. الدولة. أرحب الآن بالمعاون الإداري لمحافظة البصرة الأستاذ معين الحسن، حياك الله. أهلا وسهلا بكم وبيوفكم الكرام وبمستمعيكم الكرام. اهلا وسهلا استاذ معين، خلينا نتحدث بصراحه، شنو اللي جاي يصير في محافظات البصره يعني ونينوى؟ خاصه اتحدث عن البصره، اقالات بالجمله، عزل يصفه البعض بانه مزاجي والبعض الاخر يقول عنه سياسي، عد اسمع وجهه نظر حضرتك. نعم، شكرا لكم. بالحقيقه يعني خليني ابدي من حيث انتهى الضيف الكريم، يعني لا. حتى يعني توضح قضية إلزام أو مدى يعني الالتزام بتطبيق القرارات القضائية. هنالك مادة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 صادر في عام 1969
اعتقد الماده 229 او 329 استاذ، 329 تقول كل من امتنع عن تطبيق امر قضائي يقع ضمن اختصاصه يعني تحرك يعني شكوى جزائيه بحقه، بس قد الغرامه والجزاء العقوبه ما اعرف ايش قد حبس حبس ايضا من حيث يعني مدى صلاحيه قانون عقوبات العراقي. نعم صحيح ارجع عليه، البصره في الحقيقه كما تعلمين تشكلت فيها حكومات محلية في الأقضية والنواحي، تم بموجبها انتخاب رؤساء لهذه الوحدات الإدارية، وهذا الكلام منذ عام 2004 و2003 و2004 و2005، وهؤلاء شغلوا مناصب يعني لرئاسة الوحدات الإدارية، سواء مجلس القضاء انتخب قائم مقام ومجلس الناحية انتخب مدير ناحية، وبقوا يعملون إلى يومنا هذا. وكما تعلمين لا توجد مجالس في الأقضية والنواحي في الوقت الحاضر لكي يتم استبدالهم على طريقة الانتخابات الدورية كل 4 سنوات دورة انتخابية، بما أنه صدر قرار من مجلس الدولة يقضي بتحويل هذه الصلاحية التي كانت مخولة إلى مجلس القضاء وإلى مجلس الناحية بانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، وقال بأنه الوحدات الإدارية يعني رؤساء الوحدات الإدارية يعني يبدأون بدورة مجلس المحافظة وتنتهي أعمالهم بانتهاء الدورة التي يتم انتخابهم فيها، يعني 4 سنوات دورة تقويمية. ولذلك على هذا الأساس مجلس المحافظة أصدر قرار، اعتبر وجوده من الآن تصريف أعمال، بالحقيقة هو يعني حتى عبارة تصريف الأعمال ربما هي هم يعني ربما هي محل جدل، لانه هو اصلا شيء حكومه لا محلية. هو محل الجدل وين استاذ معي لو سمحت لي الاموال ما اعزمني على القضيه نعم. تدري وين محل الجدل لو سمحت لي الهيئه العليا للتنسيق يعني بين المحافظات التهنيد اللي فتح باب الترشيح استاذ لانتخاب رؤساء وحدات نعم نعم اذا كنت تسمح لي نقطه الجدل هي ان الهيئه العليا للتنسيق بين المحافظات وجهت في كتاب رسمي بالتريث بأي عملية تغيير للإدارات المحلية لحين ورود رأي مجلس الدولة، على ماذا استندتم بهذه الإقالات؟ ورد قرار من مجلس الدولة وصدر قرار من مجلس الدولة بأنه هؤلاء دورتهم تنتهي تبدأ ببدء مجلس المحافظة وتنتهي بانتهاء دورة مجلس المحافظة، فعلى هذا الأساس يعني يفهم من هذا الكلام انه صلاحيات مجلس القضاء ومستحق نقلت الى مجلس المحافظه، يعني حل مجلس المحافظه محل مجلس القضاء او محل مجلس الناحيه لغرض اختيار رئيس وحده اداريه، فعلى هذا الاساس تم اصدار قرار يقضي بتسيير اعمال لغايه فتح باب الترشيح لغرض انتخاب رؤساء وحدات اداريه جدد، وايضا تنتهي دورتهم بانتهاء الدورة الحالية لمجلس المحافظة. فالأساس في هذه العملية هو قرار مجلس الدولة الذي صدر مؤخرا. نعم أستاذ مصدق نعم. الكلام اللي تفضل به أستاذ معين قانوني حقيقة اليوم مجلس الدولة مع الأسف يعني راح نقولها بصريح العبارة، مجلس الدولة لا يعدل القوانين التي يشرعها مجلس النواب. قرار قضائي نعم أوكي، رأي استشاري محترم من مجلس الدولة، لكن مجلس الدولة فيه أساتذة قضاء من القانون الدستوري ويعلمون علم اليقين أن الدستور العراقي أخذ مبدأ الفصل بين السلطات. كيف لمجلس الدولة أن يقرر حلول مجلس المحافظة محل مجلس القضاء ومحل مجلس الناحية في ممارسة الصلاحيات إذا هذا النص ما وارد في القانون؟ هل بإمكان نفس الصلاحية أن نعطيها لرئيس الوزراء أو مجلس الوزراء في حال عدم وجود مجلس محافظة يحل مجلس الوزراء محل مجلس المحافظة؟ اليوم هذا القرار حقيقة لا نتفق معه، قرار مخالف للدستور، يعني قرار مجلس الدولة الإدارية يحق لهم محاكمة نعم لا مو محاكمة يحق لهم الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين. اليوم قرار استشاري صادر من مجلس الدولة فيه شبهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات، وين أكو نص في الدستور العراقي أو في قانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 يقول في حال عدم وجود المجلس المنتخب الأدنى يحل محله المجلس الأعلى؟
شنو راح يكون رد قرار المحكمة؟ المحكمة هي التي ستقرر. المحكمة هي محكمة حماية الدستور. اليوم أنا من ذوبت الشخصية القانونية لمجالس الأقضية ومجالس النواحي أيضا، بل أبعد من ذلك، اليوم أكو مخالفة دستورية صارت من المادة 122 و23 تقول لا يخضع مجلس المحافظة لأي سلطة لأي رقابة أو إشراف من أي من السلطات الاتحادية في الدولة. طيب. اليوم وين صار اندماج؟ يعني صار الوزير يعين بدال إذن هذه مخالفة دستورية بدال مجالس المحافظات وبدال معين. أكو مخالفة دستورية واضحة كما تحدث دكتور مصدق، وأكو نعم. حق طبعا يعني بأنه يشتكون عليكم. نعم. هذه نقطة قانونية تفضل بها الدكتور. نعم، هذا الجدل اللي أثير بالحقيقة، هذا ممكن أن يسأل عنه مجلس الدولة، هذا جانب. الجانب الآخر يعني نعتبر أن عملية عدم وجود إلغاء مجالس الأقضية والنواحي وإبقاء السادة رؤساء الوحدات الإدارية في أماكنهم لأكثر من 16 عام 18 عام، فهذه عملية تتنافى مع أصل القانون الذي يقول بأنه وجودهم 4 سنوات مدة انتخاب يعني دورة تقويمية. فهم بما أنه مضى عليهم أكثر من 16 عام وبما أنه صدر هذا القرار من الدولة، فالحكومة المحلية وجدت هذا مسوغا شرعيا لأن تجدد الدماء ويتم انتخاب واختيار رؤساء وحدات إدارية جديدة. أما الجدل اللي أثير الآن من قبل الأخ، فممكن أن يسأل به مجلس الدولة كما ذكرت لحضرتك. وفي الحقيقة يعني الإشكالية هي موجودة طبعا، لأنه كما طبعا يعني أنا أتكلم كقانوني بغض النظر كوني معاون محافظة يعني إدارية. أستاذ معين هسه ماكو مخالفة دستورية في قانون المحافظات رقم 21 لـ 2008 المعدل يقول أنه يحل مجلس المحافظة محل مجالس الأقضية والنواحي. نعم، هذا النص لا يوجد في مجلس المحافظة، لكن صدر قرار مجلس الدولة، وكما ذكرت نحن نعتبر حجة يمكن الاستناد عليها من أجل تجديد الدماء. نعم، تفضلي حضرتك. يعني سألتك ماكو مخالفة دستورية حتى البعض يقيم شكوى عليكم؟ لا، شوفي خليني أبلش. كل قرار إداري يحصن من الطعن يعتبر قرار دكتاتوري، وهذا انتهى مع ذلك الزمن. فمن حق اي متضرر اللجوء للقضاء، والقضاء هنا اتحدث عن القضاء الاداري، وهو يختلف بطبيعه الحال عن القضاء العادي. القضاء الاداري وجد للحد من تعسف الاداره، من استخدام سلطتها التعسفيه في صلاحياتها. لذلك المتضرر ممكن ان يلجأ الى القضاء الاداري. نعم. بالتاكيد سيحصل على انصاف. فمن حقهم إقامة الدعوة في لدى محكمة قضاء أو مجلس الدولة أو لدى أي جهات لدى المحكمة الاتحادية. نعم. ما عندنا مشكلة، ممكن أن يلجؤون. لكن كما ذكرت لك، نحن نعتبر قرار مجلس الدولة حجة، ولذلك مجلس المحافظة لديه فكرة بتجديد. طيب. الدماء، لأن مضت عليهم قسم منهم 18 عام و20 عام يعني. وضحت الفكرة. نعم. موجود في البصرة. نعم. المعاون الإداري لمحافظة البصرة الأستاذ معين الحسن، شكرا جزيلا. دكتور راح أرجع لحضرتك حتى تعلق ما تفضل به أستاذ معين، ولكن الآن عبر سكايب ينضم معي عضو مجلس محافظة نينوى معاذ حجي عباس، حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ معاذ. شنو سبب إقالة الإدارة؟ حياك الله أستاذ. الأيام. حياك الله. نتحدث عن سبب إقالات الإدارات المحلية في نينوى. هناك غطاء قانوني لهذه الخطوة، لو مزاجية لو اجتهاد شخصي من قبل مجلس المحافظة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ فرح، فيما يخص محافظة نينوى، الجميع يعلم أن محافظة نينوى تختلف عن جميع المحافظات في طبيعتها الجغرافية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. لأن محافظة نينوى اليوم تختلف عن محافظة، مثلا لو ضربنا مثل في محافظة كربلاء شفنا مكون واحد وشفنا مذهب واحد، أو رحنا للأنبار شفنا مذهب واحد ومكون واحد. اليوم نجي لمحافظة نينوى نشوف هذه المحافظة فيها نسيج اجتماعي من كل الأقليات والقوميات والمكونات الموجودة في العراق، تشوفها في محافظة نينوى. نعم. حقيقة ما تطرقت إليه فيما يخص رؤساء الوحدات الإدارية، كيف محافظة نينوى هي المحافظة الأولى التي بدأت بإعفاء وليس الإقالة، لأن الإقالة تعد الإقالة لازم يكون أكو حساب من بعد.
فاحنا كاعضاء مجلس محافظه نينوى بصراحه مضينا باتجاه اعفاء 20 رئيس وحده اداريه، سبعه منهم في ما كان عندهم اوامر اداريه، و16 و14 واحد كانوا قد مضى عليهم فتره زمنيه طويله. فالمجلس ارتاى ان يكون هناك بدلاء عن هؤلاء الرؤساء الوحدات الاداريه، فاحنا كان الاجراء قانوني واجراء سليم من حيث الشكل والمضمون. فعلى المتضرر حقيقه هناك الكثير من الاحزاب شعرت بانه تشعر بانها ظلمت، لكن على الذي يشعر بالمظلوميه ان يذهب الى القضاء. لكن قرارات مجلس اداره الدوله، نحن كمجلس محافظه نينوى، كمجلس مجالس المحافظات حسب قانون 21/2008 غير ملزمين بقرارات مجلس اداره الدوله، بقدر ما انه هو مثل ما تفضل ضيفك الكريم انه مجلس اداره الدوله هو جهاز استشاري له الحق ان يرتئي ونستشيره ويعطي الاستشارات لكافه دوائر. يعني القرارات الاستشاريه ما تنفذ من قبل مجالس المحافظات استاذ معاذ؟ العفو السؤال. القرارات الاستشارية، القرارات الاستشارية ما تنفذ من قبل مجالس المحافظات؟ هو بعد قرار استشاري، يعني طالما استشاري احنا لربما اذا كان القرار استشاري ضمن الضوابط ضمن القانون ما عندنا مشكلة به، لكن احنا في بداية حديثي تحدثت انه محافظة نينوى تحتاج اليوم الى تبديل رؤساء الوحدات الإدارية. قسم من المدراء الوحدات الاداريه بالاسبوع ما يداوم يوم واحد او صار مضى عليه اكثر من 20 سنه، وقسم منهم مضى عليه 15 سنه. يا استاذ ما يداوم يوم واحد، يعني لو سمحت لي. حزب وحزبين. نعم ما يداوم هو يوم واحد، وده تقول لي هو اداري منذ وقت طويل، ربما منذ اكثر من 15 عام ويشتغل بصفه اداريه، طيب من اللي سمح له بالبقاء في منصبه؟ هذه مو مخالفه دستوريه وقانونيه واضحه؟ ست الفاضلة، لا يخفى على الجميع انه منذ زمن بعيد انه كان هناك حزبين مسيطرين على محافظة نينوى بشكل كامل. احد الاحزاب كان عنده اكثر من 16-17 وحدة ادارية، وبقية الوحدات الادارية من رجال مسيطر على الوحدات الادارية في نينوى استاذ معاذ؟ منو كان مسيطر؟ بس خلي اكمل. اي مو انا بعرف منو. اكيد الحزب الديمقراطي الثاني والحزب تقدم وحزب حزب الله حزب السياده هم اللي كانوا مسيطرين على الوحدات الاداريه بشكل كامل. طيب. لكن اليوم بعد انتخابات مجالس المحافظات اليوم صارت هاي الامور انه الافرازات الانتخابيه من كل ناحيه ومن كل قضاء ومن كل مكون صار عنده ومن كل حزب صار عنده عضو مجلس محافظه، فمن الحق انه نجيب رؤساء وحدات اداريه عندهم خلفيه اداريه وخلفيه اجتماعيه وخلفيه سياسيه حتى يستمرون باداء النهوض في الواقع الاداري والخدمي والاجتماعي والسياسي، حتى يقدرون انه ينهضون بهذا الجوانب. طيب استاذ معاذ، ايش كم رئيس وحده اداريه عين واكو ظهر داعمه وهو في غير منصبه الصحيح ويمارس عمله بدون امر اداري؟ كم رئيس وحده؟ ست وحدات اداريه كانوا يمارسون، يعني هذول ما كان عندهم اوامر اداريه لان زمن بال 2019-2018 تم تعيينهم وكان مجلس المحافظه ما موجود، فتم اختيارهم وتم تعيينهم على هذا الاساس. فبالتالي يعني احنا كمجلس المحافظه لنا الحق انه اعفاء رؤساء الوحدات الاداريه واستبدالهم برؤساء وحدات اداريه جديده. زين هذول السته يعني شنو كانوا يشتغلون على اي اساس؟ كان عندهم تحويل من المحافظ نينوى السابق السيد نجم الجبوري. اي يعني هل من الممكن انه ينطي تخويل ويمارس عمل اداري كرئيس وحده اداريه بتخويل فقط؟ اي مصر في ظل عدم وجود مجلس وفي كل هذه صلاحيات قانونيه؟ اي بامر اداري، اكيد بامر اداري خوله بصلاحيات، لكن مع انتخاب مجالس المحافظات، مجالس المحافظات هو اللي معني بذلك. زين اريد اتعلق حضرتك على اللي ذكره استاذ معين وعلى اللي ذكره الاستاذ، ست وحدات اداريه بقرار تخويل. حقيقه اليوم مثل ما ذكرت الاقالات كلها غير دستوريه وغير قانونيه، مجلس الدوله اليوم مارس دور خارج الاطار القانوني الممنوح له، مجلس الدوله عدى قانون رقم 65 لسنه 79 المعدل بقانون مجلس الدوله 71 لسنه 2017
وليس من مهامه إضافة نصوص جديدة لقانون المحافظات غير منتظمة بإقليم أو إحلال سلطة منتخبة محل سلطة منتخبة أخرى. اليوم أنا أرجع للمادة 7، قرار اللي صدر من مجلس المحافظة قرار معدوم وغير دستوري وغير قانوني. بس أستاذ معين قال لك يختلف النظام. ما خصني بمعين. أي يقول لك. رأي الشخصي. أي مؤثرتك تعلق لي عليه. قال لك النظام الإداري يختلف عن النظام القانوني. ما كل النظام الإداري والقانوني، كل الدولة بالمادة 5 السيادة للقانون. شنو هاي السوالف؟ هاي السوالف مو قانونية ما نقبل بها. أما نقول إحنا دولة مؤسسات تطبق الدستور والقانون، أو نقول لا والله إحنا دولة تفسيرات ومزاجات مثل ما ذكر ضيفك، وبالتالي نترك القانون وباقي الأمور على جنب ونملي ما تمليه علينا مصلحتنا السياسية. هذا اللي مصار دكتور. هسه أنت عندك 6 أشخاص مخولين ورؤساء وحدات، 6 بدون أوامر إدارية. البدون أوامر هاي مو مزاجية؟ اليوم البدون أوامر إدارية أنا ما عندي مشكلة به، المنتخب من مجلس القضاء والمجلس الناحية، بس المنتخب نعم هو تحول إلى تصريف أعمال، أكو فراغ تشريعي، صلاحيات مجالس المحافظة بالمادة 7 وردت على سبيل الحصر، محافظ، نائبي، أصحاب المناصب العليا في المحافظة، المدراء العامون. نرجع للمادة 8، حددت صلاحيات مجلس القضاء بانتخاب القائم مقام ورئيس الوحدة الإدارية، حتى حددت إقالته وإعفائه. الإعفاء يتم من قبل الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس القضاء أو الناحية، وبالنسبة للإقالة اشترطت أنه تقديم طلب من ثلث أعضاء مجلس القضاء أو بناء على طلب المحافظ في حال أحد الأسباب المذكورة بالمادة 7 اللي هي التسبب في الهدر المالي أو في حال عدم توافر الشروط، وليس من بينها يعني استناد إلى قرار صادر من مجلس الدولة. دكتور مصدق عادل الخبير القانوني يقول ما جرى اليوم في مجالس المحافظات كله غير دستوري وانقلاب على الدستور وقانون المحافظات. غير دستوري وانقلاب على قانون المحافظات الغير منتظمة في إقليم. من المفروض قانونيا أن يصلح هذا الوضع؟ هسه أنت تقول لا سند قانوني ولا دستوري. اليوم يفترض هو المحافظ يعتبر الرئيس الأعلى في المحافظة، وباسمه تصدر القرارات والأنظمة والتعليمات، ويعتبر هو بمثابة رئيس الدولة ضمن الحدود الجغرافية للمحافظة. يفترض هو من يطعن أمام المحكمة الاتحادية. وإذا مطعن من المفروض الجهة اللي تحاسب المتضررين من هذه القرارات ندعوهم إلى عدم الذهاب إلى محكمة القضاء الإداري، لأن هم مو محافظين على مود أنه نسلك نفس الآلية المنصوص عليها بالمادة 7. لا، يفترض أن يذهبون إلى المحكمة الاتحادية يطعنون بهذا الأمر، وفي نفس الوقت بإمكان رئيس الجمهورية باعتبار الساهر على سلامة الدستور وتطبيق أحكامه، وكذلك رئيس مجلس الوزراء باعتبار المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة. يعني هسه نصيحة مجانية للمتضررين أنه يرحمون يشتكوا. أن يقدم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية طلب تفسير نص دستوري متعلق بالمادة 123 للمحكمة الاتحادية العليا، يبين فيه هل أن مجلس الدولة يملك تعديل الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات أم لا، وما هي آلية الإقالة. أستاذ معاذ بصراحة لا عندكم سند قانوني ولا سند دستوري ولا عندكم شرعية، وكل هذه التصرفات هي غير قانونية، لكن ممكن نفهمها. أنتوا جاي تثأرون من البارتي من الحزب الديمقراطي، لو من القوى السياسية السنية في المحافظة، لو شنو الموضوع؟ ست الفاضلة، احنا اليوم احنا مضينا بهذا الاتجاه، مشينا بهذا الاتجاه وعفينا ونصبنا. المتضرر يذهب الى القضاء، المحكمة الاتحادية ابوابها مفتوحة الى الجميع، المتضرر يروح يقدم مطلوبيته، واحنا كلنا نؤمن بالقضاء وبعدالة القضاء، فالمحكمة الاتحادية هي من تقرر. هي اكيد ادرى بالقانون، هي اعلم بذلك، فاذا كانت مو من صلاحياته فالمحكمة راح تبت بهذا الموضوع. من حيث الشكل وحيث المضمون احنا قراراتنا صحيحه ان شاء الله، وماضين بهذا الاتجاه وماضين على تبديل رؤساء الوحدات الاداريه برمتهم. عندنا 31 وحده اداريه اليوم، احنا جادين في هذا الاتجاه وماضين بهذا الموضوع ان شاء الله.
لمحافظتنا. بالنسبه نتحدث عن محافظتنا، محافظه نينوى تستحق ان نقدم لها المزيد والاكثر. واليوم من نبدل رئيس وحده اداريه، مو معنى احنا جايين ننتقم من عنده، لا بالعكس، احنا نريد ننهض بواقع. يا استاذ معاذ، انتم عندكم كتاب من الهيئه التنسيقيه بين المحافظات قلت لكم بي تريثوا لا تغيرون اي شيء. زين هسه انتم شلون تجاوزتوا هذا الكتاب؟ واللي يريد يصلح يضرب هذه القرارات عرض الحائط، وهذه مفارقه يا استاذ معاذ. صراحة احنا ما ملزمين بهذا الموضوع، احنا سلطة تشريعية منتخبين من قبل الجمهور، منتخب محلية وليس اتحادية. مثل ما نصبنا محافظ نينوى رئيس اعلى رئيس الوحدة الإدارية لمحافظة نينوى، بنفس الشاكل انتخبنا رؤساء الوحدات الإدارية الباقين. يعني هذه رسالة تقول احنا بكيفنا، احنا مشرعين سلطة محلية واحنا بكيفنا. ست فرح، احنا بنفس الطريقه انتخبنا المحافظ، بنفس الطريقه احنا اعضاء مجلس محافظه 29 شخص، جبنا المحافظ قدم اوراقه بنفس الوقت، انتخبنا وصوتنا للمحافظ، وبنفس الوقت صوتنا على النائبين الفني والاداري، وبنفس الوقت صوتنا على رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس بنفس الصيغه. لكن اليوم رئيس الوحده الاداريه ما ممكن نبدله، يعني ما اعرف يعني شنو. اي مو انتم التشريعات مالتكم محليه مو تشريعات اتحاديه، هذه اولا. ثانيا يعني بنهايه هذا الحديث، هسه انتم جاي تقولون احنا بكيفنا، يعني لا قانون ولا قرارات الحكومه الاتحاديه ولا نستند على فد امر اداري، نحن سلطه تشريعيه محليه ونستطيع تشريع ما نريد، هذا اللي نفهمه بالمجمل. يعني ست الفاضلة، اليوم احنا كمجلس محافظة ممكن نقدر نقيل المحافظ، نقدر نقيل النائب الفني والنائب الإداري. انتوا كل شيء تقدرون تسوون، لكن في هذه الجزئية أستاذ معاذ. اليوم حتى رئيس الوحدة، حتى من البرلمان، السلطة التشريعية، البرلمان يصير انتخابات، مجلس النواب من الشعب يفرز هذول الأعضاء مباشرة، ينتخبون رئيس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء. رئيس المجلس الوزراء اكيد يجي يبدل الكابينه الوزاريه، مالته، فما حد يصوتون عليه مجلس النواب. اليوم هذا مجلس المحافظه هو مجلس مصغر عن مجلس النواب، صح؟ وضحت بعض الفكرة. القوانين تختلف، صح؟ بعض التشريعات وضحت تختلف. الفكره استاذ معاذ، لكن فبالتالي المقول واحد. زين استاذ مصدق، شنو نعم. ردك على ما تفضل؟ حقيقه كلام غير دقيق وغير قانوني، لان عندما الماده 7 حددت اختصاصات مجلس المحافظه بانتخاب المحافظ، اي هذا قانون اتحادي، لا مجلس محافظة ولا مجلس الدولة. يقول لك احنا سلطة ما خصني تشريعية. ما خصني بالحكي، انا اليوم دولة عندي ومؤسسات ودستور، يقول مجلس النواب يختص بتشريع القوانين الاتحادية وتعديلها وفق المادة 61 على اولا من الدستور. لا هو تكلم دكتور، يقول لك شنو رئيس وحدة إدارية، انا استطيع إقالة المحافظ. احنا ما ننظر لهذا الامر سد، احنا ننتظر مجلس النواب من شرع قانون المحافظات الغير متنفذة اقليم وحدد الصلاحيات ووزعها، ما يجي مجلس الدولة أو مجلس المحافظة اللي هو مجلس محلي داخل حدود المحافظة يعدل لي قانون اتحادي. من مجلس المحافظة يريد يصحح وضعه، خلي يطون حصانا نفسهم، يقدرون يطون حصانا نفسهم. كان الأجدر قبل اللجوء لهذا الإجراء في نينوى والبصرة أن يصار إلى رفع مقترح قانون لمجلس النواب لتعديل صلاحية ما جرى في المجالس غير دستوري وغير قانوني. ولهذا ندعو إلى تعديل قانون المحافظات. شكرا جزيلا على الخبير القانوني الدكتور مصدق عادل، شكرا جزيلا. نعم عضو مجلس محافظة نينوى معاذ حجي عباس، شكرا جزيلا، أعتذر منك كثيرا ولكن بالفعل وقت انتهى. ختام ملفنا الأول راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك.
حديثنا الثاني راح يكون عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الذي كشف عن خسارة العراق أكثر من 52 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات من عام 2003 إلى 2023، ورح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. فساد الاستثمار في العراق أحد أبرز مرتكزات الإشكالات التي يعاني منها خلال العقدين الماضيين، حيث كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية عن فقدان البلاد أكثر من 52 مليار دولار من أموال الشركات الاستثمارية خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بسبب ضعف ثقة المستثمرين وعدم التأمين على أموالهم. كان هناك فساد إداري مستشري في مؤسسات ودوائر الدولة أثرت على الواردات العراق الاقتصادية، وبالتالي هذه الخسارة تسببت بها أول شيء العقوبات الاقتصادية في زمن النظام السابق، وبعد ذلك الفساد الإداري الذي استشرى في المؤسسات والدوائر الحكومية. في المرحلة القادمة أو في المراحل الحالية هنالك كثير من البوادر لحل هذه المسألة، خصوصا مع تزايد مسألة الرقابة، تزايد مسألة عمل النزاهة التي تعمل بشكل دؤوب، وعلى هذا الأساس من الممكن أن تحل هذه المشكلة بشكل صحيح. رغم امتلاك العراق فرصا استثمارية كبيرة ومتنوعة، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إليه لا يزال ضعيفا نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، ويرى مختصون خروج هذه الاستثمارات من العراق هو بيئة الأعمال المتردية وعدم وجود قوانين واضحة لحماية أموال المستثمرين. الاستثمار هو تهيئة بيئة ومناخ مناسب لي المستثمر من أجل استثمار أمواله والحصول على أرباح مقنعة، بالإضافة إلى أن يجب أن توضع هنالك حماية حقيقية وحماية ممكن أن تؤدي إلى الحفاظ على ممتلكاته، على أمواله، على خصوصيته داخل الأراضي العراقية. منذ عام 2013 ولغاية عام 2023 العراق يفقد 52 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير في الشأن المالي والمصرفي الدكتور أحمد باهر، حياك الله. حياكم الله دكتور. من بداية عام 2013 وحتى العام 2023 خسر العراق ما يعادل 52 مليار دولار أمريكي. نعم. زين، هذا شلون ممكن نقرأ هذه الخسارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أختي العزيزة وللمشاهدين الكرام ولمشاهدين قناتكم الكريمة. حقيقة أنا بحثت كثيرا ب تقرير الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية، طبعا لم أجد مثل هكذا تقريبا تصريح، ولم أجد أي مؤسسة حكومية رسمية ذكرت مثل هكذا تقرير، لكن احنا بحسب اطلاعنا وحسب تخصصنا الدقيق بهذا المجال نقول ان العراق ممكن ان يكون خسر اكثر من ذلك المبلغ، على اعتبار انه معدلات الفساد مرتفعة جدا بالعراق، ونحن تقريبا في ذيل قائمة مؤشر مدركات الفساد الذي تطرقه مؤسسة شراكة الموازنة والمؤسسات الدولية. مؤشرنا بلغ 168 إلى 170 في سنة 2022، يعني العراق في ذيل القائمة بما يخص مؤشر مدركات الفساد. بس حضرتك انت قلت ممكن العراق خسر اكبر من هذا المبلغ. اكبر من هذا المبلغ زين، بسبب الفساد المالي والاداري بالتأكيد. لو بسبب الظروف السياسيه والامنيه في ذلك الوقت. هو هذا المؤشر مدركات الفساد باكثر من بعد، بابعاد متعدده، الابعاد السياسيه، الابعاد الاقتصاديه، الابعاد الاجتماعيه، بيئه الاعمال العراقيه، رياده الاعمال، تخوف المستثمرين الاجانب من الدخول بقطاعات صناعيه بعيده المدى، تدر دخلا بعيد المدى على مدار 5 سنوات او 10 سنوات، يتخوفون هنالك علاوه للمخاطره في الدخول بالسوق العراقي، لانه تعرفين حضرتك انه المستثمر دائما ما يسعى لتحقيق ربح
بنسبة أمان عالية. يعني مثلا بالاقتصاد العراقي من يجي مستثمر أجنبي مو مثل ما يستثمر مثلا في دولة الإمارات على سبيل المثال، دولة الكويت مستقرة سياسيا وأمنيا إلى آخره. إذن لازلنا بيئة طاردة للاستثمار. بالتأكيد بيئة طاردة للاستثمار، وهنالك استحواذ على المشاريع الاستثمارية التي تخص الدولة أصلا. يعني هنالك مثلا منو مستحوذ عليه؟ اكو مؤسسات واحزاب وكيانات سياسيه، اكو تخادم مصالح ما بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، اكو دوره للموازنه الاقتصاديه، لكن بشكلها السياسي هنالك اهداف تتحقق، يعني هنالك تقديم الاهداف السياسيه على الاهداف الاقتصاديه، وهذا ما يعني اثر على الاقتصاد العراقي منذ عام 2003 ولغايه اليوم. يعني هنالك من يقول بان العراق خسر اكثر من ذلك المبلغ بسبب التهريب الأموال التي خرجت من العراق بدون أن تدخل لها سلع وخدمات. هنالك أعتقد كان الدكتور أحمد الشلبي رحمه الله كان عنده تقرير جدا مهم بهذا المجال، وقال خرج من العراق أكثر من 400 مليار دولار. هذه ليست خسائر استثمار، وإنما هو تهديم للدولة العراقية والبيئة الاقتصاد العراقي. ما يقصد به التقرير وإن كان موجودا يقصد بأنه العراق خسر 52 مليار دولار بسبب عدم دخول المستثمرين إلى الاقتصاد العراقي. بهذا الشكل ممكن أن يكون واقعي. بس إحنا عندنا أموال مهربة بشكل غير قانوني خارج العراق؟ بالتأكيد من 2003 لغاية اليوم استثمرت بها الخارج لمصالح وكيانات يعني من الصعب التعرف عليها. أرحب الآن بالخبير في إدارة الأزمات الدكتور علي الفريجي، حياك الله دكتور علي. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا أستاذ، ما هي الأسباب الرئيسية وراء خسارة العراق لهذه المليارات من الاستثمارات، ومن يتحمل المسؤولية من وجهة نظرك؟ يعني بدءا لتقرير بهذا الشكل، المفروض نعرف إن وجد بشكل رسمي، لكن هناك تقارير أكثر رصانة وأكثر دقة من وكالات دولية تعنى بالاقتصاد بالعالم تشير إلى مواضيع أكثر خطورة. إن كان هذا التقرير اللي صادر نتكلم عنه، أنه هذا التقرير من الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هي مؤسسة غير اقتصادية في قراءاتها وتحليلاتها للبيانات، ولكنها تأخذ بعض القراءات اللي تعتمدها من وكالات دولية عالمية في مسألة أنه ممكن تضع بعض الجداول أو يعني القراءات بتقاريرها. يعني هسه حتى افهم، تقرير مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتطوير هو غير رصين؟ غير رسمي. راح اذكر لك تقارير اكثر رصانه ودقه بحجم المشكله الاقتصاديه اللي يعاني من عندها العراق. نبدا انه مساله جنابك ذكرتي مساله انه البيئه العراقيه هي طارده للاستثمار. عندما نتكلم عن انه البيئه بالعراق طارده، يجب ان نعرف ما هي الفواعل والعوامل التي تقرا عالميا حتى تضع العراق بهذه المراحل. مؤسسة اسمها Doing Business، وهذه هي من واحدة من أكبر المؤسسات التي تعنى في عملية البناء والحركة الاقتصادية في العالم وفي دول العالم، وتقرأها بشكل دقيق جدا، تقرأ نوعية الإدارات في الحكومات، كيفية تغييرها، الضغوط والاضطرابات السياسية، نجاح الدولة في عمل في أدائها الاقتصادي وغيرها، بالإضافة إلى مسألة القطاع الخاص والاستثمار بالدول. يضع العراق في المرتبة 172 من أصل 181 دولة. دكتور علي، هذا التقرير نعم حتى أفهم هسه من النقاط اللي حضرتك ذكرتها، مشكلتنا تشريعية لأنه ما عندنا قانون يحمي المستثمر، لو عندنا فساد، لو النقطة وين المحددة اللي تخلينا نخسر هذه الاستثمارات؟ لا لا لا، خلينا نبتعد من مسألة نفكر يعني محليا بمسألة أنه قانون الاستثمار جيد وممكن المستثمرين يتعاملون معه. فرص الاستثمار بالعراق كبيرة جدا، لكن هناك خلل بنيوي كبير جدا لا زال لم يجد طريقة للعلاج. بدءا خليني أقرأ لك هذا التقارير حتى من عندها احنا نستوضح وين الخلل اللي احنا نعاني من عنده. بدءا هناك مشكلة في المنظومة المصرفية العراقية، وهي اللي تعتبر واحدة من المنظومات البائسة جدا في أدائها وغير رصينة ولا يمكن الاعتماد عليها دوليا. هذه واحدة. مسألة ثانية، هناك تقرير أيضا صدر لمؤسسة اسمها Organized Criminal Index، اللي هي عن تشخص الجرائم المنظمة في دول العالم وتضع معيار لهذا لتصنيف الدول العالم.
هذا لأن الوضع الأمني واحدة من الفواعل الكبيرة جدا اللي ممكن تطرد الاستثمار من غيره. العراق بالمرتبة الثامنة عالميا، رابع آسيا، والأول بغرب آسيا، بمعنى أنه هناك خطورة كبيرة جدا في واقع البلد أنه ممكن تدخل في أي نوع استثمارات، مستثمرين أو شركات أو أفراد. وهذا التقرير يقرأ بشكل دقيق جدا أنه كل الحوادث اللي ممكن تحصل بدءا من عمليات تهريب الأموال، غسيل الأموال، الابتزاز والرشاوة، وجرائم القتل والعصابات اللي ممكن متنفذة تكون بالبلد. فهذه واحدة من الفواعل الكبيرة جدا اللي تضع العراق في قائمة الدول الأخطر بدخول الاستثمار لها. ناهيك عن أنه المسائل الأخرى اللي ممكن نأخذها أنه مسألة الطاقة، القوى الغير مدربة وهذه الأشياء. طيب هذا يؤسس لي سؤال، أسعدنا نظام مصرفي وصفته وحضرتك بأنه بائس، عندنا جريمة وعندنا ابتزاز وعندنا تهريب أموال وعندنا بلاوي كبيرة حضرتك تحدثت بها، الحكومات المتعاقبة شنو اللي سوتها لإصلاح ما تفضلت به؟ للأسف لم تعر الحكومات المتعاقبة لهذا الموضوع أو القراءات الدولية يعني بشكل دقيق وأنه ممكن تتعامل معها. يعني مثلا تصنيف العراق بالدوينج بيزنس صار لسنوات، تصنيف العراق بوكالة الأنتاي ماني لاندري يعني اللي تمنع أو تحسب حسابات الغسيل الأموال بالعالم من أوروبا تظهر العراق بالقائمة السوداء. الإيكونومست يتكلم عن أنه وصف العراق واقتصاد هش جدا لا يمكن الاعتداد به. هذه تقارير دولية لا زالت لم تصل مرحلة أنه ممكن تدرس بشكل سليم جدا. خليني أخذ مسألة جدا بسيطة اللي هي احنا تكلمنا عنها، هي الأمان، لأنه ممكن لأي مستثمر ممكن يدخل للعراق. الآن نجد أنه ممكن بعض الشركات اللي تعمل لكن تعمل ضمن مكان محصن إلها، وحركة مهندسيها أو المدراء هذا تكون قليلة جدا بغير حرية، ولهذا تخرج كثير من التقارير الأمنية تشير إلى أنه البلد غير آمن، أنه ممكن تكون هناك ممكن شركات أو أفراد بدليل ما حصل قبل فترة اللي استهدفت بعض المصالح أو الأعمال لمطاعم أو غيرها. أذكر لك بتجربة شخصية، أنا أعمل مع وكالات دولية عالمية بالعراق لسنوات قريبة، وبعدها أعمل مع مؤسسات بتخصص الاقتصادي وأيضا المشاريع وأيضا بداخل العراق. طيب. واحدة من المشاكل اللي تواجهها هي مسألة العصابات التهديد والابتزاز اللي ممكن تشوفها بأي مكان وبشكل خطير جدا. هذه العصابات بعض من عندها يكون متنفذ إلى درجة أنه ممكن يستخدم القانون، مرات يستخدم بعض المتنفذين داخل بعض دوائر الدولة أو مؤسسات الأمنية في عملية البلطجة التهديد والابتزاز بهذا الشكل. نعم ذكرت لي أنه هذه التجربة شخصية، يعني حضرتك تعرضت للتهديد أو للابتزاز من قبل هذه الجهات التي وصفتها بأنها كبيرة ومتنفذة وبإمكانها استخدام القانون لإدانة حضرتك، أنت تعرضت شخصيا لهكذا أمور؟ الآن يعني ضمن الوكالة اللي أعمل بها المفروض سيصدر تقرير عن نوع الجريمة اللي تعرضت لها بالعراق للسنوات الاثنين الأخير. كانت هناك عصابة متكون من أفراد تستخدم طرق يعني حقيقة مخيفة جدا في عمليات التهديد والابتزاز وعملية، والبعض من عندهم عندنا تسجيلات فيديوية تؤكد عملية الابتزاز، وشخص من عندهم يعمل ضمن جسد يعني للأسف المنظومة القضائية، موظف بوحدة من المؤسسات والآخرين ببعض دوائر الدولة. التسجيلات الفيديوية تشير إلى عملية الابتزاز بشكل خطير جدا. الأخطر من عندها أنه هناك بعض المماطلة والتسويف اللي ممكن يشوب هذه العملية ببعض المراحل عندما تكون هناك دعوة رسمية أو قضائية موجودة ب يعني أروقة القضاء العراقي. صارت دعوة تقريبا إلى 3 سنين بها محامين 2، والوكالة اضطرت أنه تخرجني من العراق مرتين بسبب الخطورة اللي تعرضت لها من هذه العصابة اللي ممكن تهدد، كانت تهدد بالابتزاز والتصفية الجسدية وغيرها، وهذه كلها موثقة برسائل تهديد وأيضا تسجيلات فيديوية. مكتب الأدلة الجنائية قد صادق على صحة هذه الفيديوهات، وللأسف أنه تجد أنه هناك منظومة خطرة جدا
تدعم هذه النوع من العصابات اللي ممكن يعني هذا التقرير لو خرج سيكون أخطر من التقارير اللي صدرت في مسألة تهديد بعض المطاعم اللي صار بالعراق، لأنه الآن احنا نتكلم عن موظف كبير يعمل مع مؤسسة دولية بداخل العراق ويتهدد بهذا الحجم. وضحت الفكرة من دكتور. المشاكل. نعم دكتور أحمد، إذن تهديد، عمليات ابتزاز وفساد وتواطؤ من قبل كما تفضل طبعا دكتور علي، انت شنو مشخص من هيجي حالات داخل العراق؟ يعني حقيقة يعني هسه اكو مشاريع مهمة قاعد تصير بها هذه الامور؟ طبعا بالتاكيد لا تخلو كل الدول النامية والدول الهشة والدول النفطية من قضايا الابتزاز وقضايا التخادم بالمصالح وبعض المشاريع الوهمية وكذلك الابتزاز للشركات الأجنبية. يعني أنا قبل قليل هم كنت بلقاء أحد القنوات وأكو شخصية كانت شخصية صناعية أيضا كان جايب أحدى المؤسسات الدولية عندهم منحة للقطاع الصناعي والمنحة مدفوعة مسبقا، لكن يقول ما أن وصلت إلى الوزارة المعنية وتواصلت مع المسؤولين على إدراج هذا المشروع الحيوي الذي يخدم الاقتصاد العراقي، يقول بدأ الابتزاز وبدأت المساومات وبدأت إلى آخره. يعني هذه موجودة. شنو موضوع الابتزاز؟ يعني شلون يبتز شخص جايته منحة؟ يعني شو يقول له مثلا حتى يبتز؟ يعني ممكن أنه تنطيني نسبة إلي، نسبة طلعني من هذه المنحة، يعني أبسط الأشياء، وإلا أنه المشروع ما يصير بالتأكيد. يعني هذه المشاريع موجودة وأكو هواي مشاريع ما المشكلة اللي ذكرها دكتور علي هي أكبر وأخطر. أخطر طبعا بالتأكيد بالمجال القضائي وهو يتحمل مسؤولية ما نعم تفضل به. نعم لديه دعوة متعاون ويا هاي العصابات. يعني نقدر نفهم حاميها حراميها دكتور؟ يعني احنا ما نقدر يعني نشخص الأشياء، لأنه تعرفين حضرتك أكو أدلة، مثل الدكتور علي عنده دليل، رجل عنده تسجيلات فيديوهية ممكن عن تجربته. أريد تعليق حضرتك عن تجربته يتحمل المسؤولية القانونية. واضح دا يقول لك أنا عندي دليل، تعرضت لكذا وكذا وكذا، وأكو شخص بالسلطة القضائية هددني وكان متعاون مع هؤلاء. يعني هو يعني هذه مصيبة. هذا نعم المؤسسات الدولية لديها مؤشرات عامة للاقتصاد العراقي، هذه المؤشرات تنظر لها قبل أن تدخل إلى الأسواق العراقية، لذلك هي مؤشرات الخطورة عالية جدا والمناخ الاقتصادي غير ملائم جدا بالاقتصاد العراقي ويحتاج إلى الكثير من التطوير والمتابعة. دكتور علي ردت تعلق، قلت هذا شخص شبيه من السلطة القضائية؟ تم إدانته من قبل لجنة خاصة بالقضاء العراقي بسبب مشاركته بعملية الابتزاز، بمعنى وعندي كتاب الإدانة وعندي التسجيلات الفيديوية على إدانته ومسألة التهديد إلي بشكل شخصي وطلب مبالغ كبيرة، وهو ومع متعاونين وامرأة معهم أيضا منتحلة صفة إعلامية كانت لها دور بعملية التهديد والابتزاز، ويحاولون أنه يستثمرون علاقاتهم بشكل مخيف جدا، حتى بعض المحامين كانوا لهم علاقة. كل هذه بتحقيقات موجودة الآن بقضية مرفوعة بالساحة القضائية بشكل رسمي لها تقريبا 3 سنوات بأكثر من 36 مقطع فيديوي تم مصادقته ومطابقته فنيا بمكتب الأدلة الجنائية، ويشير إلى المتهمين بشكل واضح وسليم. وهناك لا زالت للأسف بعض المماطلة، والآن انتقلت إلى مرحلة أخرى إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتحقيق أعلى، لأنه المسألة بدأت تصير أنه هناك تقرير دولي سيصدر عن هذه المسألة لتعرض موظف كبير في مؤسسة دولية للتهديد والتصفية الجسدية بداخل العراق بقصد الابتزاز. شكرا جزيلا الخبير في إدارة الأزمات الدكتور علي جبار، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات، والخبير في الشأن المالي والمصرفي الدكتور أحمد هدال، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذن إلى هنا نأتي إلى ختام الحصاد لهذه الليلة، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.